انتبه، يبقى عرفنا دلوقتي ان في علاقه اساسيه بين الكوليكتور كارنت وبين البيس كارنت. عشان نتعامل مع الكلام ده كسيركتس بقى برضه محتاجين ناخد الديفايس ده اللي هو الايه الباي بولر ديفايس ونتعامل معاه كسيركت. انسى بقى الفيزكس وتعامل كسيركت. سيركت معناها ايه؟ معناها اتكلم على ايه؟ على التيرمينال فولتج وتيرمينال ايه؟ تيرمينال كارنت. بتكلم على ايه؟ عاوز تتكلم على الاي سي، تتكلم على الفي سي اي، تتكلم على البي سي بي، تتكلم على الاي بي. تتكلم عليهم ازاي؟ ايه اللي تعرفه؟ اللي نعرفه عاوزين نعرف ما يسمى الايه؟ الاوتبوت كاركترستيك اللي هي الاي في اوتبوت كاركترستيك. زي ايه؟ الطريقه الكلاسيكال اللي خدناها قبل كده مع جي اف ات وايه؟ والموسفت. يبقى عاوزين علاقه الكوليكتور كانت مع البي سي اي هيبشلها ازاي؟ واضح زي ما انت شايف كده؟ ان ايه الاي سي ده بيعتمد على ايه؟ على الاي بي. لو عندك بي سي اي، لو البي سي اي بتاعك ده بوزيتيف دي معناها ايه؟ بي سي اي بوزيتيف دي معناها البيس كوليكتور جانكشن ريفرس ولا ايه؟ ولا فور؟ بي في اي ده فور والبي سي بي ده بوزيتيف برضه. ها خد بالك البي سي بي ده عامل لك ايه؟ ريفرس بايس، بينما البي سي ده عامل لك ايه؟ فور بايس. التوتال بتاعهم عباره عن ايه؟ ده هو ايه؟ مشكله ولا ايه؟ خد بالك من الروتيشن بتاعنا، ها؟ فيكتور سميشن، ها؟ الـ في سي اي بيساوي الـ في سي بي زائد ايه؟ زائد بي بي سي. واضح من هنا؟ بس بي زائد ايه؟ زائد بي بي سي. فيكتور اديشن، يبقى الـ في سي بي بتاعك ده لازم يبقى باي، وده فورد باي. الاثنين دول بيدوا لك ايه؟ في سي اي بوزيتيف. يبقى بي سي بي ده مثلا زي مثلا ايه؟ خد الارقام مثلا زي مثلا ايه؟ اسيو مثلا ده بيساوي 1 فولت وده مثلا 0.7 فولت ده بيساوي كام؟ 1.7 فولت. يبقى لو عندك بي سي اي بيساوي 1.7 فولت، لو عندك بي سي اي بيساوي 1.7 فولت على طول هتبقى انت عارف ان ايه البي بي لوحدها بتاخد كام؟ 0.7. يبقى مثلا ده ايكوفلنت لايه؟ عندك 1 فولت ريفرس بايس بين ايه؟ بين البيز وبين الكوليكتور. واضحه؟ 1.7 دي اللي هي جت هتيجي 1 فولت هنا 0.7 فولت على ال دي بي، دي معناها ايه؟ البي سي بي بتاعك ريفرس بايس بمقدار كام؟ البيس كوليكتور جانكشن ريفرس بايس بمقدار كام؟ 1 فولت. البي سي بي لما يساوي 1 فولت معناها ايه؟ معناها البي بي سي بيساوي كام؟ 10 فولت. دي معناها ايه؟ ريفرس بايس وهكذا. نعم شغل المايك؟ شغل المايك. قلت لك دي رسميه، اتفقنا قبل كده ان كل ايه؟ كل مدرسه علميه بيسموا ايه؟ تسميات معينه. فالمدرسه العلميه بتاعت باي كولا ساعه لما نشا سموا ايه؟ سموا الجزء العلمي ده هو الاكتف، سموا الجزء الثاني ساتوريشن. تسميه لسه ما تتلاقش، ما تتبقش عشان لسه ايه؟ ما تعطلش عليا، ساعدني ما تضيعش وقت. واضح يا شباب؟ خد بقى مثلا مثال تاني. زي مثلا ده كان ايه؟ كان نص فولت. وده هيبقى كام؟ 1.2 فولت. تفكير ها؟ 1.2 دي معناها ايه؟ معناها ده فولت بايس برضه 0.7 عندك ايه؟ 0.7 عندك ايه؟ ريفرس بايس. طب افرض ده كان 0.7 فولت. افرض التوتال ده كان 0.7. دي معناها ايه؟ معناها ده 4 مضاد 0.7 ده كام؟ 30 فولت. سؤال، لو عندك ال V بي سي بيساوي 0 ده اعتبره فورد ولا ريفرس؟ معلش سؤال كده سؤال محرج شويه.
لو عندك في دايت ها الفي دايت بتاعك ده انت عامل عليه زيرو فولت، ده يعتبر فول ولا ايه ولا ريفرس؟ خد بالك بقى بلاتيكال سبيكنج ها بنقول ان ايه ان ممكن تعتبر الريفرس بتاعك ده اوف طالما ايه الفي بي اي بتاعك اقل من كام 0.5 فولت. اي دايت عندك لو ايه لو الفوق لو ايه لو الفي بي اي بتاعك لو الفي دايت لو في دايت اقل من 0.5 بلاتيكال سبيكنج ممكن نقول ان ايه كان تعب يساوي زيرو. مش كده؟ موافق على الكلام ده؟ ولا ما سمعتش عليها؟ أي دايود؟ شكل الاي بي كانت بتقول ايه؟ يقول لك على حسب الاي بي في المنطقه الزرقاء دي على حسب الايه الاي سي. معناها ايه؟ معناها في المنطقه الزرقاء دي الاي سي بيساوي ايه؟ بيساوي البيتا في الاي بي. المنطقه الزرقاء دي علاقه من ايه؟ علاقه بين الكوليكتور كارنت وبين البيس كارنت اندبندنت على ايه؟ على البي سي. بس انت عندك ايه؟ ملاحظه ملاحظها هنا ان البي سي بتاعتك ايه؟ لازم تبقى بوزيتيف، مش كده؟ وقلنا الفي سي اي بوزيتيف عاده معناها ايه؟ معناها ان ايه؟ الفي بي بتاعتك يعني ايه؟ فورد او 0.7 في نفس الوقت الفي بي سي بتاعتك ريفرس. زي ما شفنا. المنطقه دي بيسموها ايه؟ بيسموها اكتف. لو سالتك سؤال قلت لك البيتا في المنطقه دي بيساوي كام؟ البيتا في المنطقه دي بيساوي كام؟ كل اللي هتعمله هشوف ايه؟ اي بيس كانت بتفضل لك ايه؟ قلت كان تي بيساوي كام؟ واضح ان البيت تقريبا بيساوي كام؟ ايه بيساوي كام؟ 100 مش كده؟ والملي امبير على ايه؟ على 10 مايكرو امبير يبقى بيساوي كام؟ مش كده ولا ايه؟ 100 مايكرو امبير انا بسميها 10 مايكرو امبير 10 ملي امبير يبقى ايه؟ البيت بيساوي 100 تاني صح يا شباب؟ ايه اللي بيحصل الاي بي بتاعك اقل من
لو اي بي بيساوي 0 اي بي بيساوي 0 مقصود كان يبقى الاي سي بيساوي كام؟ بيساوي 0. ولكن احنا في حالة تاعتنا ده ريال طبعا الكلام ده نوت سكيل اي بي بيساوي ده ايه؟ خط ايه؟ تقريبا قريب جدا من الاكس اكسس. بس هشوف كده عشان الفرق اقول لك ان في منطقه ثانيه اسمها ايه؟ كاتو ريجن. كاتو ريجن معناها ايه؟ معناها البيز الميتا بتاعتك اوف لسه هنا ما يرجعش بتاعك اوف. لو اقل من 0.5 هيبقى الاي بي بتاعتك يبقى لو البي بي بتاعك اقل من 0.5 دي معناها ان الاي بي بيساوي 0. نفس الوقت الاي بي هيساوي 0 اي دي الاي سي بيساوي 0 اي دي بس ايه؟ ايه رياليتي الاي سي هيساوي كام؟ هيساوي الاي اس يونيفرسال ديشن كده. دي حاجه قليله جدا بتبقى ايه؟ مثلا ايه؟ مايكرو امبير نانو امبير حاجه قليله جدا. الجديد بس اللي عاوز اقوله هنا في المنطقه الثالثه دي المنطقة دي كل الفاميلي بتاعتي كل الفاميلي في كل دول بعد كده هنا هو اقرب البي سي دي لما البي سي بتاعتي قليل جدا يرتبطوا كلهم مع بعض في المنطقة دي. ايه اللي بيحصل في المنطقة دي بقى؟ دي بيسموها ساتوريشن ريجن اسم مزعج جدا بيلخبط جدا مع ايه؟ مع جيفنت واللي هو مصر مش كده؟ لكن اسم ده هو ده التاريخية اللي هو على زي زميلكم اللي كان بيدرس التاريخيه من اول ما نشا البايت كولر عرفنا ايه الريجن دي وعرفنا امبليفاير مود سمول اكتف مود فالمود هي الاكتف مود بينما الساتوريشن المنطقه دي اللي فيها حاجه مش كده. الساتوريشن ده بيتم نتيجه ايه بقى؟ بص ايه؟ انت ضيف ولا عندك
يقول لك الشكل ده، الشكل ده انديكيشن ايه؟ ان الكارنت دلوقتي فعلا والله اي سي ممكن يمر ده ما اصبحش ديبندنت على البيس كارنت. الكارنت ده دلوقتي ممكن ايه؟ اللي هيحدده الكارنت ده هيحدده الاي دي دي او البي سي سي. لو في هنا مثلا بطاريه هنا مثلا بي سي سي ولا حاجه، في بطاريه هنا، فكل اللي هتعمله هتقول ايه؟ انا هقول البي سي سي ناقص 0.2 فولت على ايه؟ على مقاومه ار سي، ده يديك الكارنت في الكونديشن الجديد ده. واضحه؟ وعاده بتبقى المقاومات دي ايه؟ قليله. المقاومات دي بتبقى 200 اوم او مثلا مئات الاوم. دي معناه عندك يبقى هيبقى عندك ايه؟ كارنت بس كده ايه؟ للكوليكتور كارنت اندبندنت على البيس كارنت. انا عندك اندبندنس بين الكوليكتور وبين البيز، دي معناها ايه؟ ما عادش امبليفاير. هيبقى عندك ايه؟ خط سلوك كده الكلام ده حصلت في انهي رينج؟ حصلت في رينج لما كان ايه؟ البي سي بتاعك 0.2 فولت او ما اقل. طب ده من زيرو يعني مثلا 0.2 او 0.3 عندك حاجه هنا. اي سي ده بيساوي ايه؟ بيساوي مثلا 4 طب نخليها في الاكتف، قلنا الاكتف كونديشن بتاعه ايه؟ الاكتف كونديشن بتاعه ان يكون ايه؟ البيز ايميتر فورد اللي هي البيز كوليكتور ريفرس، تمام؟ عشان يبقى عندك الكونديشن ده لازم تتكلم على ايه؟ لازم تتكلم على بي سي اي يكون ايه؟ على الاقل بي سي اي يكون على الاقل مثلا ايه؟ 0.3 فولت ولا حاجه، يبقى التيبيكال فاليو بتاعت ايه؟ بتاعت الريجن الازرق ده ان ايه؟ اقل قيمه للبي سي عشان تبقى شغال في المنطقه الزرقاء دي اللي عندها الاي سي بيساوي البيتا اي بي، اقل قيمه للبي سي اي دي تتكلم تلك الايه؟ 0.2 0.3 من 0.2 فولت 0.3 فولت، تمام؟ لو قل لو قلت عن كده ايه اللي بيحصل؟ لو قلت عن كده بيبدا الكونديشن ده يجيب ايه الكونديشن ده؟ الكونديشن ده عندك 0.2 فولت، جم ازاي 0.2 فولت دول؟ ان ايه؟ عندك 0.7 فولت وعندك 0.5 فولت بين البيز والكوليكتور. بيعملوا ايه دول؟ الكوفيننت ليهم هيبقى عندك بطاريه وايه؟ مقاومه هنا وبطاريه ومقاومه هنا، دي قيمتها 0.7 دي قيمتها 0.35. النت بتاعه هيديك ايه؟ هيديك 0.2، 0.2 ده 0.2 فولت معناها النقطه دي تقريبا ها الريش بتاعها يساوي 0.2. طبعا اهملت ايه؟ ما تدورش على المقاومات دي ابروكسيميشن، بس بقول لك ان ايه؟ حاجه ايه؟ تقريبيه. من ساعتها الكونكتور كانت هيمضي في الاكسترنال سيركت لا يعتمد على البيس كارنت، بيعتمد على ايه؟ بيعتمد بس على ايه؟ البي سي سي. ما البي سي سي على ايه؟ على راس دي كونكتور بتاعتها انتهينا خلاص، النقطه دي ثابته يساوي 0.2 او 0.3، واضح؟ والمود دي غير مرغوب فيها، دي بتبقى ايه بيسموها ديجيتال مود. هتشوف برضه بس ايه؟ ما هياش امبليفاير مود، احنا تركيزنا دلوقتي على امبليفاير مود. يبقى كونديشن عشان نشتغل في الاكتف مود بتكلم على البي سي اي مينيمم يكون ايه؟ من 0.2 0.3، طبعا الوحدات بتبقى اعلى من كده. واضح؟ طب لو الكلام ده اتحقق بيبقى ايه؟ ايه علاقه الاي سي بقى بالاي بي؟ بيبقى الاي سي بيساوي البيتا اي بي، والاي سي علاقته بالفي بي اي هو الاكسبوننشال ايه؟ ريليشن شيب اللي هي ايه؟ اي اس اكسبوننشال في بي على ايه؟ على البي تي، والبي تي ده هو كام؟ 25 او 26 ملي فولت. ده الكونديشن بتاع ايه؟ بتاع الاكتف. لو الكونديشن بتاع ساتوريشن، قلنا ساتوريشن معناها ايه؟ ساتوريشن معناها الفي بي اي بتاعك فورورد وايه؟ ديخلي فورورد، ممكن مش 0.7 ممكن 0.8 كمان، زي ما انتم شايفين كده. بينما الكوليكتور بيز جانكشن بتاعك اصبحت فورورد كمان او بدات تبقى ستارت يعني ايه؟ ستارتنج فيز والفورورد بايس، بتكلم على مثلا ايه؟ 0.5 مثلا فولت فورورد، يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها يبقى عندك الفي سي اي اللي هو مجموع الاثنين دول تقريبا بيساوي كام؟ 0.2 0.3، وساعتها يبقى عندك ايكوفلنت ريسنس كمان، بتقول ان الاي سي بتاعك بيساوي ايه؟ بيساوي اما تقول اي سي اكسترنال بيساوي في سي سي على الار سي عشان استعملت ايه؟ ال 0.2 فولت دي، او تقول ان ايه؟ الاي سي ده بيساوي كام؟ بيساوي 0.2 فولت دي مقسوم على ايه؟ على المقاومات دي، مش النت هنا، قلنا النت هنا كام؟ 0.2 تقريبا يعني، يبقى 0.2 على ايه؟ على المقاومات دي يديك ايه؟ البي سي اي. وقيمه المقاومات دي عاده بيبقى ايه؟ بتتكلم مثلا على ايه؟ من 10 ل 100 ايه؟ اوم. عشان كده السلوب بتاع الستريت لاين ده، السلوب ده بيبقى عالي. قلنا السلوب ده ايه؟ انديكيشن ايه؟ عكس الريسس. الريسس بتبقى ايه؟ بتبقى واطيه، يبقى السلوب ده ايه؟ عالي. واضح؟ وبعد كده عندك ايه؟ ده هو الاكتف، ده هو ايه؟ الساتوريشن. عشان تشتغل تاني في الانالوج مود او في الامبليفاير مود
لازم يكون الفي سي بتاعك اكبر من 0.2 0.3 فولت. نفس الكونكشن بس فكره ايه ان انت ايه غيرت البايس بتاعك، بدل ما كان ايه الفي سي بتاعك كان ايه كان كبير بدات تقلله، كل ما تقلل الفي سي بتاعك كل ما يبدا ايه يروح ناحيه الايه ستيشن. ده الفي بي سي، الفي بي سي نفسه انا خليته ايه خليته فورورد. لما الفي بي سي يبقى فورورد تبقى ايه تلاقي ان الفي سي ايه توصل لايه 0.2 او 0.3. ايوه بالظبط كده. ايه سؤالك؟ هو ازاي خليت فورورد وبعدين خليته انا بغير واقول لك اللي بيحصل كدراسه، انا بقول لك بغير واقول لك اللي بيحصل. لو انت عندك امكانيه تغير الايه الفي بي سي اكسترنالي، فتلاقي ايه لو الفي بي سي بتغيره بحيث يبقى الايكورنال بي سي بتاعك اكبر من 0.2 او 0.3 يبقى انت شغال في الاكتيف مود عندك امبليفاير. لو خليته ايه فورد، لو خليت الفي بي سي فورد وايرس يبقى ساعتها ايه الايكورنال بي سي ايه هيقل، هيبقى ايه 0.2 او 0.3 او اقل. بعد ما حصل نكمل برضه التسلسل الطبيعي بتاع اي امبليفاير، بنشوف ايه بنشوف الترانسفير كاركترستيك. يبقى عندنا دلوقتي ايه اول ترانسفير كاركترستيك بالنسبه للباي بولر، هي عباره عن ايه عباره عن علاقه بين انبوت فولتج او اوتبوت كارنت. ايه الانبوت فولتج اللي عندك في الحاله بتاعتنا دي؟ السيركت دي الترانزستور ده هيشتغل كامبليفاير. يبقى الانبوت سيجنال عباره عن ايه؟ ليكم معايا عباره عن ايه الفي بي اي. الاوتبوت بارامتر ايه هو؟ هو الاي سي. علاقتهم مع بعض ايه؟ الاكسبنشال ريشيو شيب. يبقى الاي سي بيساوي بيتا في الاي بي بيساوي ايه؟ اي اس اكسبنشال في بي يعني ايه؟ على الفي تي. يبقى دي اسمها ايه؟ الكرنت فولتج ترانسفير كاركترستيك. العلاقه بينهم ايه؟ اللي هي اكسبنشال ريليشن. بينما الاي سي اي بي ترانسفير كاركترستيك بتاعت السيركت دي نفسها هي علاقه بين ايه؟ بين الاي سي والاي بي. اي بي ده انبوت بارامتر، اي سي ده اوتبوت بارامتر. هو تحتمل العلاقه بينهم هتبقى ايه؟ علاقه بينهم هتبقى ستريت لاين والسلوب بتاعه هو ايه؟ هو البيتا. يبقى هنا الحلقه الاي بي الاي سي اي بي ريليشن شيب عباره عن ستريت لاين السلوب بتاعها هو ايه؟ البيتا. بس الكلام ده بروفايدد عشان ايه فين؟ في الاكتف ريجن. كل الكلام ده اكتف ريجن اوبريشن اللي هو كشاك امبليفاير. دايما ايه؟ يعني ايه؟ كيب ان مايند كده اكتف معناها امبليفاير، اكتف مود معناها امبليفاير، امبليفاير مود. كومباين الكلام ده زي ما عملنا قبل كده برضه كتير ده ايه؟ ده الترانسفير كاركترستيك بتاعت اي اي سي بي سي بي سي دي دي بي اي ترانسفير كاركترستيك اي سي اي بي اللي شفناها حالا مع الاوتبوت الاوتبوت ايه كاركترستيك اللي هي الاي سي بي سي بشكل ايه؟ منطبق مع بعض. الايكوفلنت موديل بتاع الباي بولر بقى في الاكتف مود برضه في ايه؟ في الاكتف مود هنبقى عباره عن ايه؟ من البيزل ايميتر شايف ايه؟ البيزل ميتا بيبقى شايف فورد بايس بي ان جانكشن. يبقى عندك فورد بايس ايه جانكشن كده. وبعد كده الكوليكتور يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الكوليكتور كانت اللي احنا ايه حسبناها اللي هو ايه الكوليكتور كانت ده بنعبر عنه عن طريق ايه؟ عن طريق فولتج كنترول كانت سورس. يبقى عندك فولتج كنترول كانت سورس بيديك كوليكتور كانت اسمه ايه؟ اسمه اي سي، والاي سي ده بيساوي الاي اس بي بي اي اكسبنشن بي بي على البي تي. يبقى ده السيركت دي هو نفس كوليكتور كارنت ده اللي هو ايه اي اس اكسبوننشال دي بي اي على في تي. ممكن اخليه بدايه الاي بي بدل ما نكتبه بدايه الفولت نكتبه بدايه ايه كارنت. ممكن يبقى ايه بيتا اي بي. بس السيركت دي تشتغل السيركت دي تشتغل كلارج سيجنال موديل بالنسبه لايه الاكتف مود. نعم انا بديهولك خلاص الكلام ده بقى انتبه يا باشمهندس. خلاص الكلام ده يبقى عندنا ثلاثه مودز اوبريشن. اول مود هي الاكتف مود دي ايه الكونديشن بتاعها زي ما شفنا قبل كده لازم الايه الميتر بيز او البيز ميتر تبقى فورد، لازم البيز كوليكتور تبقى ريفرس و بالنوتيشن او بمجلول البي سي اي لازم البي سي اي بتاعتك تبقى ايه تبقى اكبر من 0.2 او 0.3 فولتس. البي سي اي تبقى اكبر من 0.2 0.3 فولتس لازم البي بي اي بتاعتك تبقى ايه تبقى فورد. ويبقى ايه هناخد نومينا كده نومينا للاكتف ايه اكتف مود اسيوم الفي بي بتاعتك بتساوي كام 0.7 كده ايه نعم نعم
تابع كده اي دايت ها اي دايت تيجي كده هتكون فايت بيبدا يعني يطلع كده نتيجة البيلت ان تنشن بتاع السيليكون ده القيمة دي فانكشن في الماتيريال لو كان على السيليكون بيبقى 0.5 لو كان على الجيرمين بتبقى قيمة تانية قيمة مثلا 0.2 او 0.3 نعم تفرش بقى بقول لك البس معناها البس وخلاص البس وخلاص معناها البس وخلاص انت طبقها زي ما انت عايز بقى سواء كان ان بي ان او بي ان بي المهم طبقها البس معناها البس يبقى الكونديشن بتاع اي اكتف امبليفاير لو كان ايه باي بولر بيز ده يبقى الفي بي بتاعه بيساوي كام حتى سيوم كده بيساوي كام 0.7 ونحل وتشتغل والديزاين على هذا الاساس ده الاكتف مود والبدل اي سي بيساوي بيتا اي بي زي ما شفت الموديل بتاعك هو الموديل ده وده معلوماتك يعني لارج موديل بعد كده لو ايه كات اوف مود كات اوف مود معناها ايه كات اوف مود معناها الفي بي اي بتاعك اقل من 0.5 عشان تيبيكال ساعتها يبقى الاي بي بيساوي كام بيساوي 0 سواء بقى ايه اقل من 0.5 او ايه او بالنيجاتيف هيبقى طبعا ايه فور شور هيبقى ايه هيبقى كات اوف ساعتها بيبقى الار سي ابروكسيمتلي بيساوي 0 وايديالي او ايه الرياليتي بيساوي ايه بيساوي ايه ريفيرس ريتشن كات اوف اي اس بس انا ايه بهمل الكلام ده خدوا بالكم يا شباب انا في مسائلي وفي الدوام ايه بروبلمز اللي مخصصه بيا دايما بايه بحب الابروكسيميشن لازم تبقى عملي عشان ايه تنجز بسرعه فالحاجات اللي هي ايه اقل كتير يعني حاجات صغيره جدا دي بهملها على طول في المحاضره الاخيره ان شاء الله نحط كده رولز معينه للابروكسيميشنز فاليد وطريقه ايه استخدامها الساتويشن مود ثالث مود دي بتبقى ايه الكونديشن بتاعها ايه الكونديشن بتاعها ان الفي بي بتاعك بيبقى ايه 0.8 فولت او اكبر بيبقى الفي سي بتاعك اقل من ايه من 0.3 فولت وبناء عليه هتلاقي ايه العلاقه بين الكوليكتور كانت والبيس كانت ما هيش فاليد اي مور بالنسبه ايه للاكشن بيبقى الايه الاي سي لا يعتمد على البيتا اي بي بيبقى اقل كتير من البيتا اي بي تمام ده كونديشن ايه مهم جدا هنبني على الكلام ده نفس السلايد شوف بقى اول سيركت امبليفاير باي بولر بيس ان بي ان هتلاقي السيميلاريتي عاليه جدا بينه وبين ايه حاجات الجي اف ات والايه والموسفت الفرق الوحيد ايه هو؟ توقع الفرق الوحيد ايه هو؟ ان عندنا دي سي بايس كارنت في الايه في الانبوت سيركت في الانبوت سيركت دايما بقى ايه دي سي كارنت موجود ما هوش بزيرو زي حاله ايه الاي جي زيرو بيساوي زيرو في الموسفت او الاي جي بيساوي زيرو في ايه في الجي اف ات هنا ايه الاي بي نون زيرو اول حاجه هنعملها هتحل الدي سي وانت بتحل الدي سي هتفيريفاي فعلا ايه الدرايف ده شغال في اكتيف مود وايه وتمرن نفسك على الاكتيف مود اوبريشن شوف كده واحده واحده اول حاجه نعمل دي سي يكون السيركت دي سي يكون السيركت معناها ايه شيل الكابس وده سيركت دي سي سيركت خد الايه الاكزامبل ده بيوميكال فاليوز دي وتحت الكونديشن ده ممكن تكتب بقى ايه input loop equation وتكتب output loop equation كلام سهل جدا اكتب ال input loop equation هتلاقي ايه هتقول ال VCC يساوي الكارنت ده اللي بيمشي في RB الكارنت ده بيسموه ايه هو ال IB يبقى الكارنت ده بيساوي ال IB IB في ال RB زائد ال VB قلنا هناخد VB ده بيساوي كام هنقسيوم هتقسيوم انت شغال ايه هتقسيوم شغال في ال active mode operation وبعد كده تكونفيرم الاسامبشن بتاعك ده شوف كده اذا كان ده فاليد ولا ايه ولا انفاليد يبقى اول حاجه تقسيم في بي بيساوي 0.7 لو النقطه دي 0.7 اذا اي بي ده بيساوي كام؟ هيساوي في سي سي ناقص 0.7 على المقاومه ار بي القيم دي عندك احسب الكلام ده يطلع اي بي بيساوي كام؟ 10 مايكرو امبير بديك البيتا انا اسف السؤال اللي دايما متاخر اول تلاقي حاجه غلط كده يعني نبهني عليها على طول بعد اذنك تاني اكتف مود اوبريشن معناها ايه؟ هتقسمه شغال في اكتف مود يبقى اذا في بي بيساوي كام؟ 0.7 بناء عليه الاي بي ده هيساوي كام؟ في سي سي ناقص ايه؟ ناقص في بي اي على المقاومه ار بي طبق الكلام ده يديك الاي بي بيساوي كام؟ 10 مايكرو امبير بديك معلومه ان البيتا بيساوي كام في المساله دي بيساوي 100 يبقى انت عرفت الاي سي عرفت الاي سي بيساوي ايه؟ بيتا في الاي بي طلع كام؟ 1 ملي امبير يبقى احنا عارف الاي سي ومديك كذلك الار سي مديك الايه الار سي هل ممكن تعرف الايه البي سي اي ممكن تجيب البي سي اي
اللود لاين ايكويشن يبقى البي سي من اللود لاين ايكويشن بيساوي اي سي في الار سي زائد البي سي وبناء عليه البي سي هيساوي بي سي سي ناقص اي سي في الار سي بيساوي كم؟ طب الكلام ده بيساوي كم؟ 2.5 فولت. يبقى ترجع لمعلوماتك عن الايه؟ الاكتف مود. ما دام بي سي بتاعك اكبر من 0.2.3 انت شغال فعلا ايه؟ في الاكتف مود. الاكتف مود الاوبريشن بتاعك ايه؟ اسامبشن بتاعك سليم. طب افرض افرض كده اللي جالك السيتويشن ده الار سي بتاعتك بتساوي كام؟ 10 كيلو اوم ونفس الكونديشن نفس الترانزستور نفس السيركت ولكن كبرت الار سي غليتها كام؟ 10 كيلو اوم. حل من اول وجديد هتلاقي ايه؟ هتسيوم انها شغاله في الاكتف مود اوي الاي بي طلع بكام؟ 10 مايكرو امبير. يبقى اذا الاي سي بيساوي بيتا في الاي بي بيساوي مللي امبير. او كتوب اكويشن اكتب دور لاين احسب يطلع ليه البي سي بيساوي ناقص 5 فولت. يبقى ده طبعا ايه؟ فايوليشن. يبقى ايه ناقص 5 فولت دي معناها ايه؟ انك الفرض اللي انت بنيت عليه مش متحقق يبقى مش شغال طبعا ايه؟ عمره ما يقدر يشتغل في الاكتف مود. يبقى دي معناها شغال ايه؟ في الساتوريشن. واضحه؟ يبقى تبدا تعيد تاني بناء على شغال في الساتوريشن. يبقى ايه؟ شغال في الساتوريشن معناها ايه؟ معناها اسيوم بقى البي سي ايه؟ هيبقى كلامب على اقل حاجه ليه اللي هي بتساوي كام؟ 0.2 0.3 خد دي او دي ما تفرقش يبقى اسيوم ان هي 0.3 فولت يبقى عرفت البي سي اي يبقى ممكن توجد ايه قيمه الاي سي الجديد يبقى الاي سي الجديد هتيجي الساتوريشن هيساوي كام بي سي سي ناقص 0.3 على المقاومه اللي هي ايه 10 كيلو احسب الكلام ده يطلع كام 0.47 يبقى ايه اقل كتير من ايه من 1 مللي امبير كانت نومينال في حاله الغير اكتف ده فعلا ده اقل من ده معناها ايه ساتوريشن مود يبقى ايه المود بتاعت الساتوريشن وضحت واضح الفرق يبقى ايه؟ أول حاجة بتعملها في الدي سي بتكونفيرم وبتتأكد وبتستوثق من ايه؟ الترانزستور بتاعك شغال فيه في الأكتف مود اللي هو ممكن ايه؟ يكبر بيه، واضح؟ ناخد تاني إكزامبل، الإكزامبل اللي فات ده كان هو فيكس بايس، ناخد إكزامبل تاني هو ايه؟ زي برضه الموسفيت اللي هو ايه؟ فولتج ديفايدر، هتلاقي الكلام ده ايه؟ تكرار بقى، يبقى السيركت اللي عندك دي أمبليفاير كذلك ولكن الدي سي بايس سكيم بتاعه معناه ايه؟ بوتنشال ديفايدر. هتعمل ايه؟ هذا كان منظر وحش جدا. مش هيك ولا ايه؟ ليش الديفايدر ده؟ تعمل بيه ايه؟ قلنا بنحولها عن طريق اللي هي الثيفنن يبقى ايه؟ السيركت دي بتحول الى ايه؟ السيركت دي يبقى ايه؟ في بي ده عباره عن في بي بي ده عباره عن ايه ده الاوبن سيركت فولتج النقطه دي النقطه دي اللي هو بيساوي ايه بيساوي البي سي سي يعني مول مقاومات في مقاومه ار 2 زي ما شفنا قبل كده واضح والار 7 دي بتساوي ايه اللي هي الكابيتال ار بي ده بتاع الكومبينيشن بتاع ايه ار 1 وار 2 بناء عليه السيركت اللي قبل كده بعد ما شلنا ايه التو كابسول السيركت دي ده حلها ثاني الاي بي هتجيبه هيساوي كام؟ هتاسيوم كذلك اسيوم ان احنا شغالين فين؟ في الاكتف مود، اكتف مود معناها ايه؟ بي بي بيساوي كام؟ 0.7 نومينال. بحط بي بي بيساوي 0.7 حط الايكوال تو الكونديشن بتاعتك البي بي بي بيساوي اي بي في ار بي زائد بي بي اي وبناء عليه يطلع الاي بي بيساوي الكلام ده اللي هو كام؟ 60 مايكرو امبير. البيتا بيساوي كام؟ البيتا بيساوي 50 يبقى اذا الاي سي هيساوي كام؟ 3 مللي امبير بيتا في الاي بي. حسبنا الاي سي احسب بقى الاوتبوت تو الكونديشن تحسبها ليه؟ تحسب عشان توجد البي سي اي وتاكد ان البي سي اي بتاعك ده اكبر من ايه؟ من 0.2 او 0.3 حسبنا الكلام ده اطلب كويشن تطلع كام؟ يطلع البي سي اي بتاعك يساوي 3.8 يبقى الكلام ده كده ايه؟ سليم وانت عملت ديزاين بتاعك ايه؟ كويس لا باس بيه ديزاين ناجح يبقى انت شغال فين؟ في الاكتف مود اكتب الايه؟ اوبريشن بوينت اي سي والايه؟ والبي سي اي برضه حاول تحسب كده البي بي سي عشان تشوف الايه؟ انت شغال فعلا الريس بايس بتاع عندك احساس بالرقم كده. البي بي سي بيساوي ايه؟ احسب بقى البي بي سي هيساوي ايه؟ يساوي ايه؟ 0.7 ناقص 0.6 جت من فين؟ البي بي سي فيكتور ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟
بحسب يطلع فعلا بيسوي كلمه. اي سؤال واضحه دكتور؟ انا في الجي بي لازم استطاعه بالظبط في اقل سن مثلا 6 10 انا بسهل عليك ظبطت ولا مثلا انا بسهل عليك في الست في ايه في الاناس بتاع البي جي تي دايما قلنا ايه هتقسيهم في الاكتيف مود ايه البي بي يساوي 0.7 بعد كده اما ايه بعد كده لو اشتغلت ايه ثانيه ولا ثالثه في ايه اتصالات او كده ممكن تيجي بقى ايه الايه بتاع التنسيق والاي اس بتاع التنسيق وكده وتحسب تحسب انه بقى البي بي يساوي كام بالظبط عشان بسهل عليك. خد ثالث كيس يعني ايه طريقه ثالثه للدي سي بايسنج اسمها ايه؟ اسمها الفولتج ديفايدر بلس ايه؟ ما يسمى الكابيتال ار اي او دي جنريشن ريزيستنس ايه بين الاميتر وبين ايه؟ وبين الجراوند كابيتال ار اي. برضه عندك بوتنشال ديفايدر بتحاول تستغل سيجنال وانت ايه؟ تجيب الكورنر سيركت يبقى الدي سي سيركت بتاعتك عباره عن ايه؟ السيركت دي. خد بالك عندك كابيتال ار اي دلوقتي موجوده في الاميتر الدنيا اتغيرت. ساعتها البي بي بي ده نفس الكلام بتاع سيجنال هو ايه؟ قيمته بيساوي القيمه دي زي ما حسبنا المره اللي فاتت. القيم هي اهي خد بالك ان القيم الار 1 والار 2 هم زي الاكزامبل اللي فات. اذا بي 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 والار بي هم نفسهم بتاع الاكزامبل اللي فات. احسب بقى الانبوت لوب ايكويشن. عندك انبوت لوب ايكويشن واوتبوت لوب ايكويشن هتحدد منهم ايه؟ الاي بي والاي سي والبي سي. الانبوت لوب ايكويشن الجديده دي معدله دلوقتي يعني هتبقى داخل فيها البي بي بي والدروب على المقاومه ار بي والبي بي بحسبها كده نعملها سويا كده سريعا. انبوت ايكويشن اكتب بقى على زي بي بي ده هيساوي الاي بي الار بي زائد البي زائد الاي بي كابيتال ار بي ده بيساوي كام؟ 0.7 معنى الكلام ده الاي بي في الار بي زائد 0.7 زائد الاي بي ايه علاقة الاي بي بالاي بي؟ خدنا قبل كده الاي اي بيساوي 1 زائد بيتا في الاي بي. ضم الكلام ده اي بي ار بي زائد 1 زائد بيتا في الاي بي زائد 2. معنى الكلام ده ان الاي بي هيساوي كام؟ بي سي سي بي بي بي. يبقى الاي بي بتاعك بقى هيساوي ايه؟ هيساوي البي بي بي ناقص 0.7 على المقاومة ار بي زائد 1 كاش بيتا المقاومة ار بي. يبقى دلوقتي الكلام ده طبعا بتلاحظ من هنا ان ايه ابروكسيميشن سهل 1 بلس بيتا لو البيتا بتاعتك 50 او ايه او اكبر معناها ايه؟ هتعملها بيتا وخلاص مش كده عشان تسهل على نفسك. يبقى برضه ايه نحقق الكلام ده تحسب الكلام ده زائد بيتا وخلاص. حسبنا الكلام ده طلع الاي بي بيساوي كام؟ طلع الاي بي بتاعك بيساوي كام؟ 30 مايكرو امبير. اضربه في البيتا اللي هي 50 يطلع ايه؟ اي سي بتاعك بيساوي 1.5 ملي امبير. احسب بقى الاوت لوك ايكويشن، الاوت لوك ايكويشن دي اللي انت شايف كده البي سي سي هنساوي دوب على المقاومه ار سي زائد بي سي ده اللي هي دوب على المقاومه ار اي. وهذا اسيوم كذلك ان الاي اي ده تقريبا نفسه ايه؟ الاي سي. الفا بتاعتك تانية كام بواحد مش كده؟ يبقى يويت الكلام ده اكتب الاب لوكيشن واحسب تطلع كام؟ يطلع البي سي اي ب 3.4 فولت معناها فعلا ايه كونفيرم انه شغال فين؟ في الاكتيف مود. اي سؤال؟
زي ما عملنا مع الموسفت هنعمل مع ايه؟ مع الباي بولر. هنشوف ما يسمى البي تي سي او الفولتج ترانسفير كاركترستيك. دلوقتي عن ايه؟ هنغير الانبوت فولتج داخل على ايه؟ بين البيز وبين الاميتر، ونشوف الكورسبوندنج تشينج بين الكوليكتور وبين ايه؟ وبين الاميتر. يبقى انت ملاحظ الاخ ده تعرف عنه ايه؟ تعرف عنه ان ايه؟ طالما الفي بي بتاعه اقل من 0.5 مفيش بيس كارنت، مش كده؟ مفيش بيس كارنت معناه مفيش كوليكتور كارنت. يبقى طالما الانبوت بتاعنا اقل من 0.5 مفيش بيس كارنت، ومسمى مفيش كوليكتور كارنت معناه ايه؟ الاي الفي اوت هيساوي كام؟ هيساوي البي دي دي. يبقى طالما الانبوت بتاعك اقل من 0.5 الاوت بتاعك ايه؟ ثابت على كام؟ على الفي سي سي، ايا كان الفي سي سي ده، تمام؟ اول ما الانبوت بتاعك يزيد عن 0.5 لغايه مثلا ايه؟ لغايه 0.8 او لغايه مثلا 0.7 يبقى انت شغال في ايه؟ في الاكتف بقى. شغال في الاكتف معناها ايه؟ عندك ايه؟ عندك جين. عندك جين معناها ايه؟ معناها لو عندك سمول تشينج في الانبوت هي ايه؟ لارج تشينج في الاوت. لو تلاقي فعلا لو دي الكاركترستيك بتاعتك الاي في اوتبوت كاركترستيك هتلاقي المعادله بتاعت ايه؟ بتاعت اللود لاين بي سي سي بيساوي اي سي في ار سي زائد بي سي ايه هي المعادله دي. المعادله دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ابتداء من نقطة واي لنقطة ايه؟ زد. نقطة واي لنقطة زد المنطقة دي ايا كان الاي بي اللي بيتغير عندك يتضمن انت شغال فين في اكتف مود، معناه عندك ايه؟ المفروض يطلع سلوب كبير بين ايه؟ بين الانبوت وبين الاوت. فعلا ده ايه؟ من نقطة واي لنقطة ايه؟ زد. نقطة واي دي نقطة واي نقطة واي نقطة زد عندك ايه؟ عندك سلوب كبير. اول ما تعدي نقطة زد يبدا السلوب بتاعك ايه؟ يقل جدا ويساتشوريت، تمام؟ يبدا ايه؟ الاكسبكتد اوبريشن ريجن بتاعك يبقى من كام؟ عند اعلى ايه؟ اعلى سلوب. اعلى سلوب بتحاول تظبط ايه؟ الدي سي بايس بتاعك بحيث يبقى شغال في النقطة دي، عشان لما تيجي تايم فارينج سيجنال تبقى تشوف انك بوست عليه تبقى ايه؟ امبليفايد في الاوت بالجين ايه؟ اللي عندك. واضح؟ برضه زي ما قلنا مع الموسفت واضح من هنا السلوب بتاعك ده ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف انديكيشن ده ايه؟ انديكيشن لفيز ريفرسال بين الفيز بتاع الانبوت والفيز بتاع الاوت، تمام؟ لو انت بقى تيبك هي عاوز تظبط الامبليفاير بتاعك ده عشان يبقى عندك جين كويس، وفي نفس الوقت ايه؟ عاوز تماكسمايز الاوتبوت سوينج اللي بتصرف في الاوتبوت، ايه بقى الكلام ده؟ نفس الامبليفاير سيركت ايه؟ نتكلم عليها دي على فكره بيسموها ايه دي؟ بيسموها كومن اميتر امبليفاير. التسميه دي هتيجي ايه مع المحاضره الجايه ان شاء الله. كومن اميتر جاي تسميه من فين؟ كومن اميتر امبليفاير معناها ايه؟ معناها الاميتر بتاعك ايه؟ جراوند. ها بيسموها جراوند اميتر امبليفاير. معناها ايه؟ معناها الانبوت بتاعك ابلايد بين ايه؟ ابلايد بين البيز وبين بين الاميتر. الانبوت ابلايد بين البيز وبين الاميتر. والاوتبوت بتاخده من فين؟ بين الكوليكتور وبين الاميتر. يبقى ايه الكومن؟ ايه الكومن؟ كومن هو الاميتر، عشان كده يسموه ايه؟ كومن اميتر امبليفاير او جراوند اميتر امبليفاير. فايه؟ السكيم ده اللي اخدناه حتى الان سواء مع ايه؟ مع جيفيت او الموسكو. كنا دايما ايه بنتكلم على ايه؟ بس بدل ما كان اسمه كومن اميتر كان بقى اسمه ايه بقى؟ كومن سورس، مش كده؟ اللي احنا درسناه حتى الان اسمه ايه؟ كومن سورس جيفيت امبليفاير. اشتغل بده. يبقى احنا درسناه حتى الان اسمه ايه؟ كومن الميتر امبليفاير. الكومن الميتر امبليفاير ده معناها ايه؟ معناها ان الميتر بتاع كومن بين الانبوت وبين الاوت. الانبوت ابلاي بين البيز وبين الميتر، والاوتبوت يبقى يتاخد من كوليكت بين الميتر. اذا حاجه مشتركه هي الميتر، عشان كده اسمها ايه؟ كومن الميتر امبليفاير. وده اللي درسناه قبل كده في حاله الجيفت وحاله ايه؟ الموسم. عندنا ايه؟ كومن سورس امبليفاير بمعنى ايه؟ بمعنى دي بتطلعي بين الجيت وبين السورس، والاوتبوت ايه؟ بناخده من فين؟ بناخده من البين وبين السورس، معناها السورس هو الكومن بين، مش اسمه ايه؟ كومن سورس امبليفاير. في اثنين كونفجريشنز ثانيين هناخدهم بعد كده اسمها ايه؟ كومن جيت وكومن ادرين، هذا بيها ان شاء الله. نفس الكلام هيبقى ابلايد على ايه؟ على الباي بول. في حاجه اسمها كومن ميتر اللي احنا درسناها، في حاجه اسمها ايه؟ كومن بيز وكومن كوليكتور، هناخدهم المره الجايه باذن الله. يبقى في الكومن ميتر امبليفاير كونفجريشن احنا قدامنا دي. انت عاوز تختار الكيو بوينت او الاوبريتنج بوينت بحيث يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك حاجه يسمى سيمتريكال اوت سوينج. يعني ايه سيمتريكال اوت سوينج؟ يعني
اختيارك ايه اللي قدامك ده؟ الاختيار اللي رامي عليه على الديزاين اللي قدامك ده هو النقطة كيو دي جاية جاية هنا النقطة كيو تقريبا هتيجي تشوف الفي سي اللي تحت الفي سي دي كيو تحت هتلاقي الفي سي دي تقريبا جاية هنا جاية في نص المسافة بين الفي سي دي وبين ده صح؟ شوف كده الاكس اكسس الاكس اكسس ده اللي هو هنا زيرو في سي سي دي الليمتس بتاعتين بتاعت لو لاين لو انت اخترت البي سي كيو بتاعك بس البي سي كيو في نص المسافه بالظبط ده معناه ايه؟ حاجه كويسه وحاجه وحشه رد عليا حاجه كويسه وحاجه وحشه حاجه كويسه جدا ليه؟ لان لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ افرض انت اخترت الايه؟ الكيو بوينت اصلا مجنحه ناحيه البي سي سي معناها ايه؟ معناها في وجود ايكو سيجنال ايكو سيجنال دي هتغير في الكيو بوينت دي هتغير في الكيو بوينت لو تغيرت على الكيو بوينت ده انت كنت اصلا الكيو بوينت دي قريبه من البي سي سي تاني انا نرسمها كده بوينت انا شو سايدي تم معايا بقى احنا ايه ربطت دي بي دي عشان دي بي دي ده في اي كيو فين اي كيو Okay.
كان كل بنزين وانا اشتريت ايه بنزين الاول Gracias.
شوي ودمج. نعم؟ لا كثير قبل كده. بقى له 10 ثواني. اوت اوف فيس عشان كومن انميتد ده من البياع اوت اوف فيس. الكومن انميتد بالنسبه لي دي اوت اوف فيس. لما لما بعد كل مره البي سي بي يساوي البي سي بي ناقص الاي سي اللي هي ناقص دي كان بيقول هي اوت اوف فيس. خلاص كده انا شرحت معاك اليوم. يبقى ايه تاني؟ الماكسيمم سوينج لو طبقنا كده كده تم الميجا بقولك اختار الاكسي كامل بس معاك ايه ماكسيمم سيكونس سوينج لو كان بيس كام بتاع الميجا مساوي 100 مساوي كام؟ مساوي 100 يبقى الاكزامبل ده نديك الكاركترستيك دي بقولك الاي بي كيو بتاع الاكسيمم نظبط ان 100 مايكرو امبير اختار الاي بي كيو بوينت وتحكي لي النص وبين كل الاكسي هتقول ايه هتقول اي سي البي سي كيو هتختار هتقول ايه نص يعني البي سي سي هو مديك البي سي كيو تساوي 18 يبقى نص 9 الاي بي شغال 1000 يبقى الاي بي كيو يساوي بيتا الاي بي كيو يبقى الاي سي تساوي 10 من 1000 يبقى النور لاين كونكشن بتاعتك الاي سي كيو في الار 3 الاي سي كيو في الار 3 يساوي كام؟ يساوي نص سبلاي ومهما عليه انت عارف الاي سي على طول طبيعي هتبقى سبب كام؟ سبب نص نص ماكس سيجنفكت سوينج بيساوي نص دي ماكس ها ما ينفعش تيجي تعدي عليه ناخد بقى الاسمول زي ما قلنا بتاع الباي بول زي ما قلنا قبل كده نجيب تاني جي اف اف اللي هو المصدر اسم السيجنفكت بتاع الباي بول امبليفاير او زي ما اسم الباي بول باي بول ديفايس اللي عنده كده اعمل له بروبلر بايس خلي اللي هي شغال في اكتف ريجن معناها بيتر 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 تصفير تصفير من input voltage هو الـ DVD لـ output current by the IC بالسلوب بتاع الكلام ده يجيب ايه؟ SGM الكلام ده سهل جدا هنقول ايه؟ في حالة السيركت نعمل الكلام ده كده ايه؟ واحدة واحدة بقى الـ DVD التوتال الـ DVD بتاع الإنسان ايه؟ هتيجي في الفاريشن ده هتيجي هنا perturbation بتاع الـ AC signal عملت perturbation of the wire لقيمة الـ DVD فالنت DVD total DVD بيساوي ايه؟ خد بالك notation ها ده small ده small V small V معناها ايه؟ معناها حاجات دي final value بس الـ small V small V دي معناها ايه؟ معناها ان خسارة شوية كابتل الـ DVD معناها ده total مو notation معين total ده هو من هنا لهنا بيساوي ايه؟ بيساوي DC ده كابتل الـ DVD بعد الـ A small ده هو small V small V small V وبناء عليه التوتال ار سي زي ما قلنا زي اس اكسبلينيشن التوتال دي بتاعت تي ديسبوت كانت يعني عاوز نتكلم عن في كومبوننت ليه الاستاتيك اللي عامل في كومبوننت فاريشن معناها في سيجنال دي بي تي كومبوننت الاستاتيك اللي الاي اس مع الكابتن دي بي تي ده بيجي ايه الجابتر ار سي اللي هو الاي تي سي كويشن كارد اللي هو بيسوي ده عندك عليه مربع المربع ده هو دي سي فاليو وبعد كده المربع ده لو جبت الاي سي ده بيبقى موديليتد بفاين برايت اكسبوننت هو اكسبوننشال اكسبوننت بتاع البي تي استغل معلوماتك في الناس هو السمول دي بي ده حاجه صغيره جدا اي اوس اكس او اكسبوننشال اكس اكس بالفاير رقم اكسبوننشال كان فيرست اوردر اهي 1 بلس اكس كده يبقى ايه الاكسبوننشال ده معنى كده ان دول الاي سي عباره عن
اي سي 7 اي سي 9 بدل اللي بتسمد. يبقى الاي سي اللي بتتغير ده قيمته بتساوي كام؟ قيمته بتساوي كام الاي سي اللي بتيجي على ايه؟ على بي تي. انت عاوز تفضل يبقى التفضل بتاعك هو ايه؟ جي ام بتاع تفضل على ايه؟ تفضل معانا دي بتساوي جي ام بتساوي كام الاي سي على بي تي؟ ده عاوز ايه؟ اوصلك. يبقى جي ام في الباي كولر مهمة جدا بتساوي كام؟ بتساوي كام الاي سي؟ عشان الاي سي ده عامل ده الدي سي كولكتور على البي تي اللي هو كام؟ 25 25 دولار. انا هشتغل 25 على طول. فكل اللي هنعمله عشان تجيب جي ام تحسب الجيم بتاع الامبليفاير، كل اللي هتعمله محتاج ايه؟ تحسب الدي سي كونديشن، تاخد قيمه الدي سي كولكتور كام؟ كام الاي سي؟ تقسمها على 25 مليون تجيب ايه؟ الجي ام. معنى الكلام ده ان سمول سيجنال موديل بتاع عندك ايه؟ عندك بوتش كنترول كان سورس في الاوت كنت كام؟ قيمته جي ام في اس هو دي بي، فعلى حسب الدي بي على حسب ايه؟ كام؟ يبقى ده فعلا بوتش كنترول كان سورس قيمته جي ام في دي بي، جي ام جبتها من فين؟ سجلت الاي سي على البي سي. عيل تاني واضح الكلام ده؟ طب ده في الاوت سيكشن تعليق على الموديل. ماذا عن الانبوت سيكشن الموديل؟ الاخ النايم ده وصلت لفين؟ وصلت لفين الاحلام بتاعتك؟ قلنا ده الاوت سيكشن، الاوت سيكشن ده جبنا ايه؟ جبنا علاقه بين سمول اي سي مع ايه؟ مع انبوت موديل. لكن الانبوت سيكشن نفسه ليه موديل؟ ليه موديل ليه؟ ليه عنده موديل الانبوت سيكشن ده؟ يعني زمان على الفيت ديفايسز كان اوبن سيرفر، كانت مقاومه كبيره، دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا كارت، عندنا اي بي بي موديل. اي بي عدى عندك معانا ايه؟ الكورنر تريس بتاعتك دي ماي نايت عشان فين؟ طب بتساوي كام؟ بسهوله كده بقى عشان ايه؟ نخش تعقيدات هتساوي ايه؟ الانبوت ريزيستنس كام؟ فاكر الدايت؟ سمول سيجنال ايه؟ موديل بتاع الدايت اللي عملها عندك حاجه اسمها ايه؟ سمول ال دي كده؟ سمول ال دي كان بيساوي كام؟ بيساوي بي تي على ايه؟ على اي دي. فاكرين الكلام ده؟ خدناه؟ تمام. طب الدايت الجديد بتاعنا عباره عن كشابوها كده مع الايه؟ مع الدرجة.
فكده خلصنا السمول سيجنال موديل بتاع الباي بولر ديفايس. بيطلعوا من هنا بس ايه فيس ابروكسيميشن بيطلعوا من سمول ديستنس هي سمول سيجنال ديستنس هنا اوت سايد ما اعرفش عايزين التاريخ بتاع الاوت باي ولا لا بس هيجي بعدين في ثانيه ان شاء الله بعد كده بيسموه باي بولر كل بيسموه ايه اوت باي بولر. يبقى في الايبو سيكشن عندك سمول سيجنال ديستنس يعني اه باي وفي الاوت عندك بوش كنترول كانسلوس اسمها جي بي بي عشان تحسب الاثنين سواء جي ام او الاوت باي محتاج ايه؟ محتاج معلومات في التي سي محتاج الاي سي ومحتاج الاي بي. يبقى خلصت الكلام ده لخص الكلام ده الموديل سمول سيجنال موديل الباي كولر عباره عن ايه؟ لو انت مركز شويتين ممكن تقول ان العلاقات بتاعتك ثلاث جنات هي كده جي ام وثلاث ارباي. اضرب كده جي ام في ارباي كده جي ام معايا. الدلوقتي اللي فوق ده اللي تحت ضغط بعض دي كام؟ هيطلع لك ايه بيتا مش كده؟ فقاعده برضه ذهبيه ثلاثه بارامترز بتوع البيتا بيساوي جي ام في ارباي. دي علاقه ايه؟ ذهبيه. بص كويس. اسهل حاجه عشان ايه؟ تتذكرها كويس بيتا جي ايه؟ ما مش كده؟ فالبيتا بتساوي ايه؟ ريزيستنس ايه؟ كونداكتنس كده؟ ريزيستنس ايه؟ الرو كونداكتنس ايه؟ بالسين. واضح؟ اي سؤال؟ يبقى انت لو تحل الدي سي توجد ايه؟ توجد له اي سي مش كده؟ توجد له اي بي يبقى كده جبت ايه؟ جبت ايه؟ جي ام وجبت ايه؟ ار باي. هل الار باي لازم احسبها عن طريق ايه؟ عن طريق ان البي تي على الاي بي ولا ممكن تسال ده اسهل؟ ار باي ممكن تحسب ار باي عن طريق البيتا مش كده؟ تقول ايه صار؟ الار باي دي بتساوي البيتا على جي ام هنا اسهل كتير حسبت جي ام خلاص. طبق الكلام ده بقى بما ان كان صرف على جي ام بي تي ممكن تكتب ايه؟ الكلام ده بلاك ايه البيتا على البيتا ممكن تقول ايه؟ دي بي دي ده اصلا بيساوي دي بي دي بيساوي الاي بي في ارقام عرفت؟ يبقى اذا جي ام بتساوي ايه؟ جي ام دي بي دي جي ام دي بي دي بيساوي ايه؟ الاي بي في ارقام نبدأ نشوف اكزامبلز سريعة كده امبليفاير ده الاي سي يكون مسير بتاعنا في الشرايين شكلها كده اشتغل الاي سي يكون مسير بتاعنا كده شوف سيجنال اني دي سي بيجي لك الشكل ده الشكل ده بالنظر كده ليه فولتج جيم برضه بيعمل فولتج جيم عباره عن دي اوت بقى دي اوت عباره عن جيم دي سي بس ايه شهر بدل ايه شهر كده ودي ايه بتعوض عن ايه ودي ايه بس انا جيت بس انا بس انا جيت بس انا جيت بس انا جيت بس انا جيت مع الفيزياء بس بس انا جيت بس انا جيت بس انا جيت بس انا على ثلاث حالات اللي كنا قبل كده كنا بنبتلينا من زمان من الجي بي جي ام بي اول حاجه كان عندنا ايه؟ فيكس بايس عملناها عشان تدريس بتاعها دلوقتي على الناحيه اللي احنا بنقول ايه؟ ايه سي في كل فورس ايه سي يبقى دي كل سيرت ايه سي واضحه يا شباب ولا شرحه؟ انت معانا ولا ايه؟ رحت فين؟ مش عارف المهم انا عايز رحت فين؟ انا بعيد انا بقول مش حاجات كتير حاجه كتير جايه ايه؟ الفيزيك بتاع الفيزيك بتاع الدوايس وذاك انت مش مطالب بين الرقم النهائي السبيشن بتاع الاي سي والاي بي ده اللي بقى حاسبك عليه بس بتضايقني او ايه بيشكي بعرف البيت عامل ايه لكن غير كده معلومات السيركس كلها هي هي انا بعيد بس ده اللي مذاكر كامل لكن ايه اللي مش مذاكر ما بيحصلش قصه ثانيه مش عارف اذا كانت حضور مش كويس كده حاجه مزعجه شويه
عيد اي حاجه؟ شباب اي حاجه مش فاهم عايزها؟ محدش بيتكلم معانا يعني؟ استنى دايما البروفايل ده الاي سي الروح نفسها بتعملها ازاي؟ انا من هنا شورت سيرك من الاي سي شورت سيرك اي كان ده نعمل الكلام ده وانا كده هديه وده الوضع جيمس الار بي اللي ما بين البيز وبين الكلام وبعد كده احط المود مع الموبايل وبعد كده الار سي اللي بين كونكت وبين الكلام يبقى السيركل دي ابدا احنا زي ما عملنا ايه بين الكلام دي اوت على البي تبقى السيركل دي دي اوت بيساوي ايه؟ هنساوي ماشي بي دي اي اللي هي المقاومه الاصلي ولازم وعندك كده شارب ماينس البي ام بتساوي ايه؟ سيكل سهلة جدا مش معقدة والله البي ام ناقص البي ام البي ام ناقص البي ام ده عشان خاطر كده بس بعد كده هنزود عليها في التمارين اكسرسايز ممكن احط مثلا الجنريتور ده يبقى ليه؟ ار اس وهي مقاومة اللي هي الشيرت ساعتها تبقى ضايق عشان ايه؟ تحس كويس في حالة دي مقاومه الانبوت سيجنال سورس ده هي الدرايف بناء عليها لو كنت هي الحركه هي اللي بتصنع لك كبيره وعلى الديسيت كونديشن محتاج دلوقتي تطلع كمان نحسب الجيم هنا في الار سي لو جيم بتاع الجيم هنا في الار سي الجيم هجيبها من فيلم دي سي لو انت عارف اي سي يبقى الجيم بيساوي اي سي على دي سي الحاله بتاعتها دلوقتي لما هو فيها كويس معنى كده بتاع الجيم بيساوي كام 40 ميجا سيلز على كده من اللي في تعب يسوي ناقص 8 ناقص 8 يبقى 80 لو زودت والله احسب لي كام مين احسب لي الكام مين حيث الكام مين ده عباره عن ايه؟ عباره عن اي او يبقى اي ديفكشن مقابل ار سي والاي اللي هو ايه؟ الكام اللي طالع من الجيم اللي هو ايه؟ دي اي والاي ده هيتطلب هنا عشان تحسب الاي اي ده هتطلب انا تحسب ايه؟ انتبه مش مهندس انتبه عشان تحسب الاي اي انبوت كانت بتاعت الصوت عشان تحسبه محتاج ايه؟ تحسب الاكوبلنت مين انبوت وريسبونس على مين؟ بتاعت الامبليفاير اللي كنا بنسميها الكابيتال ار اي بتاعت سيجنال يبقى الكابيتال ار اي دي بتساوي ايه؟ بص للسيجنال كابيتال ار اي سهله جدا في حاله بتساوي ايه؟ بتساوي الار بي كابتن لو عارف ليه معايا شنطة معايا بس كل الأرقام صح؟ ولو كان في عندك أنت كده أولاد كتير أه أه لو سمعت الكلام ده هتلاقي برضه ريكس كان سبيكينج هتلاقي أر أر باي هي دومينت تقريبا حسبت أر باي دي إزاي؟ يبقى الوجهة دي معايا بتاع أر بي مع أر باي وأر باي ليه؟ لأن أر باي أقل كتير من من أر من إيه من أر بي أقل كتير هي دومينت مش كده؟ تو بقى الريسنس معنى ايه؟ 10 ثانية يعني بتضحك ايه؟ فور صغير. ار باي حسبتها ازاي؟ حسبت ار باي ازاي؟ جبتها ازاي؟ ممكن طريقتين ممكن تقول ايه؟ في تي على الاي بي الاي بي احسن من دي سي او تقول ايه؟ الار باي بتساوي ايه؟ او في طريقة ثانية؟ اخد بالك فاصل خالص فاصل خالص شويه اهم حاجه اسمها التاريخ. قلنا في علاقه ذهبيه. جي ام اي. جي ام اي. يبقى انت اخدت جي ام وعندك البيتا بتحسب بيها الاطفال. كل البيتا دي بعض. كل الطرق بتوع دي ايه؟ انا عندي مكتب. يبقى اذا انت بتسافر على الاطفال يبقى اذا كان دي بقى اول شيء خدناه مع بعض اول ما خدناه مع بعض كلمنا عليه الكارد جيم والوتش جيم والترانس كوندكتر جيم يبقى الكارد جيم هتجيبه ازاي؟ او كارد على الكارد جيم هتنساوي ايه للوتش جيم؟ هتقول ان هي الكارد جيم على الاي او ده علاقته ايه بالفيو؟ الاي او على الفيو على الفاكسي والاي ار اللي هتجيبه الكارد ده علاقته ايه مع الاي او؟ عباره عن هي انبوت على على كارد يبقى انت دخلت الكارد جيم والوتش جيم وبناء عليه يبقى احنا كانت دي بنسوي فيو على ار سي على الفيو على ار سي على ار اي يعني بنسوي بوستج
حساب لما كان بيطلع بيصير كم 140 جيجا. عندك كارت جيم عندك بوست جيم بدك تفضل لك الباور جيم والافرج جي بي كم؟ افرج جي بي تكون 40 جيجا. هاي سؤال؟ نعرفك تستمتع تستريس تستمتع 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 شفنا حضرت وانا يشرفني وجودك وانا سعيد بوجودك وبحاول يعني اكرم ضيف كرم ضيف هو اللي حاجه ولا انتوا ضيوف كرماء عليا انا مقدم لمعلومات كثيره بس اللي ايه اللي انا متاكد منه ان في حاجات كتير معاده والاعاده دي بتثبت ما بتشتتش انا زلت مقتنع ان حاجه كتيره وحيده هو الكونسبت او الفيزيكال كونسبت يعني بتاع البي جي تي وده برضه بعتبر نفسي ايه عندنا مره كمان فالجديد هو ايه؟ هو الفيزيكال كونسبت تعرفه بعد كده هتبني عليه نفس التكنيكس بالظبط مش كده ايه؟ اصبر معايا سلايد ايه؟ سلايد دي خالص في الحاله الثانيه في الحاله الثانيه لو ما تبتديش تغير رايت برضه ايه؟ هتلاقي هو ايه؟ ايه سي هو نفس الفايل بالظبط بناء عليه تلاقي برضه الـ بتاع عباره عن مار جي ام في الـ في ار سي مار جي ام في ار سي وانت عندك حسبتهم الايه؟ حسبت الـ اي سي قبل كده جبت جي ام عوض الارقام يطلع الجيم بتاع الاسبوع دي كل كده بتجي لي هتحسب برضه الـ ار اي الـ بارل كومبينيشن مع الـ ار بي مع الـ ار اي زي الـ اللي فات بالظبط وبناء عليه الـ ار اي بتاعتك اقل كتير من الـ ار بي هي احنا بندونت ممكن تحسب اللي هي كان جيم وباور جيم كذلك تاكد من الارقام دي عشان ساعات ايه بسالها شويه برضه تالت حاله هي الحاله دي برضه هتعمل اي سي ايكوبلنت زي اي سي ايكوبلنت زي هي بالظبط بتاعت الجيم بتاعتهم نفس الشكل يبقى نفس الجيم طبعا انا غلطت هنا المفروض تبقى ايه جي ام ار سي بس انا ايه بالسرعه يبقى اذا ايه جي ام هتبقى برضه من دي سي سوليوشن ونفس القصة هتجيب ايه؟ الجيم بتسمى جي ام اف ار سي والاي ار الكرنت جيم هتسوي برضه بس ايه كابيتال ار اي والباور جيم ولو سمحت تاكد برضه الارقام دي الاسبوع الجاي شوف الكونفجريشنز ان شاء الله بس كنت اعرف ان شاء الله ده هيبقى على اليوتيوب ده هيبقى على اليوتيوب